وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله تطوير اطر التعاون الدولي في المشروعات التنمويه ومراجعتها بشكل دوري للتاكد من استجابتها للاحتياجات والاولويات الوطنيه. خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيره التعاون الدولي شدد الرئيس السيسي على اهميه التركيز على تعزيز الاستثمار في راس المال البشري وتوفير الخدمات والحمايه الاجتماعيه بشكل عادل في كافه مناطق الجمهوريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 10 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضيه في صوره دعم مالي وفني وفي هذا الاطار اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصه حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص الذي يعد اول منصه متكامله تربط بين شركاء التنميه والقطاع الخاص ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنميه سواء على مستوى الدعم المالي او الفني والاستثمارات والتمويلات التنمويه الميسره وبرامج التدريب وبناء القدرات كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية والتمويلات التنموية الميسرة وياتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق الى تطورات برنامج نوفي خاصه نتائج الاجتماع بين الحكومه وممثلي مؤسسات التمويل الدوليه وشركاء التنميه لمتابعه اداء البرنامج حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنميه عن المنصه الوطنيه لبرنامج نوفي اشاد بالسياسات القطاعيه التي انتهجتها الحكومه لتحفيز مشاركه القطاع الخاص في المنصه وقرر الحكومه بتحديث مساهماتها المحدده وطنيا لتسريع الانتقال نحو مسار تنميه منخفض الكربون فضلا عن نجاحها في ابرام اتفاق مبادله الديون مع المانيا لتمويل محور الطاقه بالبرنامج مع تاكيد ان منصه نوفي تقدم نموذجا عمليا يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخيه على نطاق واسع وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكدا كذلك الدور الرئيسي لل القطاع الخاص في تحقيق التنميه الشامله في مصر وحرص الدوله على تفعيل دوره ودعمه